كل مكان. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا متابعينا البلوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى هنا من أرضية الملعب، انتصار في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الماضية. عندها نستأنف الحديث عن هذه المباراة المنتظرة. والهلال هنا في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، هنا في لا تنسى، ولقاء له أرقاما مميزة بالتأكيد. أخر وحيشي هو الآخر يتواجد النفيس، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش يلعب معاهم سالم الدوسر. حضور جماهيري رائع منذ الوقت الباكر في مباراة اليوم. تشاهدون أيها السيدات والسادة هنا مواجهة منتظرة، الطاقة السوداء وعلى اليمين بالأبيض الكامل الممزوج بالألوان الزرقاء. هم لعب بينية، انفراد انفراد انفراد، ورايا وتسلل، رايا وتسلل على نادي الرائد، ضربة حرة لمصلحة نادي الهلال. طلع له من أقصى الطرف الأيمن سعود، سعود بيحاول يعدي سعود، ولكن سالم مع الكرة، سالم يلعب لياسر الشهراني، أرضية أولى ويسر من جديد إلى تمريرة أمامية، وهذه المحاولة انفراد للرائد، انفراد انفراد يا راجل يا راجل، كان بيك اثنين العب بالعرض، ولكن التسديدة بتمر إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى. مرر الكرة إلى سالم، لمسة عند ألكسندر ميتروفيتش، يسيب الكرة إلى سالم، عدى من روبن، مر من روبن، لسه الكرة معاه، لسه معاه، مر من بونو، مر من ميشائيل، مع الكرة ميشائيل يلعب الكرة العالية، ميشائيل عند ميتروفيتش، ولكن هنا إيه؟ يسلم الكرة لسعود عبد الحميد، يلعب الكرة العرضية العالية، محاولة عند ميتروفيتش، لكنها بمحاولة القائم الأيمن وإلى جدا مضربة. لا زال تمركز دفاع الهلال سيء في أرضية الملعب. تمركز دفاع الهلال سيء في واحدة، ممكن حد يبقى أساسي، ممكن بديل، لكن عينك على التحرك الطولي من جانب مين؟ شوف الحذر والترقب، ونيفيز يلعب الركنية عند سافيتش، لكنها بتعلى عن العارضة وإلى خارج أرضية الملعب وإلى الجنب اليسار. مالكم عدل لنفسه كويس ورجع عند ياسر الشهراني يسدد، ياسر ولكن يحط راسه، وعمر جونزاليس وإلى ضربة ركنية. لاعب وركنية من روبن نيفيز حلوة عند سافيتش، لكن الكرة بتتقطع. عبد الله الفهد يقفل عليها دفاع الرايد، ترجع الكرة لسالم اللي سدد، لكنها لخارج الملعب. سلامات سلامات سلامات، في تلعب الكرة العالية جوه منطقة الجزاء، أدي الكرة وأدي المحاولة عند سالم الدوسري، سالم الدوسري يلعب عند روبن نيفيز لسعود عبد الحميد، سعود يسدد، سعود حلوة الكرة، ولكن أندري موريارا يتصدى لها، وإلى ضربة ركنية من نصيب الهلال. حلوة التسديدة المفاجأة من سعود، شايل مرة بسهولة مشايل، والكرة تصطدم في بطن متروفيتش، رجعت هير لمسة بالمسطرة وبالمقاس هنا البينية، ومحاولة عن من سيستجيب لإنهاء هجمات الهلال من سافيتش اللي يلعب. أمير سعيود بيتقدم، أمير سعيود فافاريز كان في موقف تسلل، لكن عدى سعيود ومر من جديد. أدي هنا اللمسة عند روبن نيفيز يلعب العرض حلوة، متروفيتش متروفيتش المترو، السفاح الصربي يحضر بالهدف الأول في ظهوره الأول المعتادة. المترو وصل يا رجالة، المترو وصل يا رجالة، السفاح الصربي يسجل الهدف الأول للهلال بعرضية رائعة من نيفيز. المترو وصل يا رجالة، وصل متروفيتش 1-0 في الدقيقة. مالكم عند مالكم، مر مالكم، لعب الكرة العرضية مالكم عند سالم، ولكن هنا بهدف عن طريق متروفيتش لميشايل، يمرر الكرة لميتروفيتش، محاولة عند ياسر، ولكن يصفر حكم المباراة، خطأ، ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الهلال، وإنذار، إنذار على عمر جونزاليس. هنا المرة دي سافيتش يسدد، ولكن أندري موريرا يتصدى للكورة بكل هدوء. حلوة المحاولة من شايل لمالكم، مرة تانية من جديد مالكم، طلع له على يمينه مين؟ طلع له على يمينه مين؟ سعود عدت في قدم ياسر لمحمد الدوسري، حافظ عليها الدوسري، جاله يحيى سنبل استعجله. هنا ياسر الشهراني رجعت مرة تانية عند أمير سعيود مع الكورة، سعيود يسدد لحساب الرايد. خلانا نشاهد إثارة ومتعة. الشمال ياسر الشهراني، قلبين دفاع، جحفلي وبجواره البليهي، وسط الملعب روبن، مر سالم بعرض الملعب حلوة لميشايل، ميشايل عرضية من ميشايل، متروفيتش مرة ثانية لكنها تعتلي العارضة، وإلى ضربة مرمى.
ضربة مرمى. شوف اللقطة اللي فاتت، شوف المحاولة من سالم عند مين شايل اللي هي روبن نيفيز. نيفيز 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 يلعب الكورة، قابل معاها جحفلي ولكنها إلى ضربة مرمى. محاولة موجودة، سنبل 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 يسدد ياسين بونو، ثم عودة من جديد ياسين بونو للمرة الثانية ينقذ مرمى الهلال. الشهراني الشهراني أندري موريرا والشهراني سالم وموريرا، موريرا وسالم ليتقدم سالم، يسجل الثاني سالم، يسجل الثاني سالم ويروح يحتفل مع الجماهير الهلالية. الهلال يتقدم بالهدف الثاني على الرايه 2-0 في الدقيقة 55 من علامة الجزاء. سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني عشان تبقى 2 الهلال لا شيء الرايه 2-0، ورايح يحتفل مع الجماهير الهلاليه هنا في ارضيه الملعب 2-0. يركن الكوره في نص المرمى، يروح كده للزاويه اليمنى حارس المرمى موريرا، وانت باسم نادي الزاكي. فهنا اللمسه المره دي في اقصى الجانب الايمن، ولكن الكره العرضيه سالم حافظ عليها، سالم رجع عند ياسر الشهراني اللي يلعب العرضيه مره ثانيه. هنا المره دي ما تركتش، ولكن يصفر حكم المباراه فيها قطع على الصرف. الدوري اللي بتمثله اكثر من 42 قناه على مستوى العالم، اغلب بايل تقدم لشايل حافظ على الكوره من اقصى الجانب الايمن لعرضيه عاليه، محاوله الوصول تقدموا بالهدف الاول. ايه عملوا التغيير الاول هنا برازيلي مالكوم مالكوم مر مالكوم مر مالكوم وسع لنفسه مالكوم، وهنا التسديده والهدف الثالث. الهدف الثالث مكتوبه لك يا سالم، مكتوبه لك يا سالم. الحكم بيدي اتاحه فرصه وسالم يسجل الهدف الثالث في الدقيقه 69. سالم الدوسري يضيف الهدف الثالث 3-0 لمصلحه الهلال. يا سلام يا سلام، قلت لك في اغسطس المواجهه الوحيده 5-0، وهنا في اغسطس عند امير سعيود. امير سعيود مع الكوره محاوله جوه المنطقه، ولكن مالكم مالكم يمرر الكوره على الارض، وادي التمرير عند ميشائيل يلعب بينيه، وهنا السقمصه وانتو جميله مالكم مالكم، ولكن يتصدى لها حارس المرمى لنبيل. الكره من سالم، مر سالم عدى سالم وعبد الله الحمدان على مرتين على مرتين. الحمدان يسجل الرابع، يسجل الرابع عبد الله الحمدان، مستحقه للهلال ومستحقه للحمدان. الاولى تالق فيها موريرا، والثانيه الحمدان جابها 4-0، وعبد الله الحمدان يسجل الهدف الرابع لمصلحه نادي الهلال 4-0 4-0 عبد الله.